تكنولوجي دي معاكم الساعة الأولى من الكلية، الساعة الثانية 1:30 تعزل الكلية من البيت، أعطيها معاكم استعمل ريكورد بعدين أعطيها لكم. الحلقة السابقة أعطيناكم نبذة مختصرة introduction to medical immunology أو immunology بصورة عامة. اليوم نكملها معاكم طلاب immunology تفاصيلها. عرفنا بعض من التعاريف أيضا تخص العلم المناعة immunology. بعدين اليوم هذا الجدول اللي تشوفوه أمامكم، صوتي واضح إبراهيم طلاب؟ نعم دكتور واضح. أوكي ممتاز. immunity دكتور واضح. نعم، immunity تقسم إلى قسمين أو جزئين الأساسيين divided to adaptive immunity and innate immunity. اليوم راح نتكلم بشكل تفصيلي عن innate immunity. المحاضرة الجاية راح ناخذ adaptive immunity. تلاحظون بهذا المخطط بسيط مختصر مفيد عن علم المناعة immunology اللي ناخذها خلال هذا الكورس هذه أو ضمن الكورس هذه، لأنه سنحاول أنه نكمل immunology حتى الكورس الثاني نبدي virology ضمن الأحياء المجهرية. immunity, innate immunity and adaptive immunity. Adaptive immunity تقسم إلى قسمين أساسيين أو رئيسيين: natural immunity and artificial immunity. Natural أيضا تقسم إلى قسمين: passive and active immunity. Artificial immunity, passive and body transfer, active immunization or vaccination. طلاب عرفتوا بالinfection مع الكوفيد، كنا نلاحظ أنه قسم من المرضى ينقلون لهم بلازما من شخص متعافى، هذا نسميه passive immunity، بحيث أنه الشخص المتعافى من الكوفيد 19 راح تتكون بجسمه immunoglobulinات، خاصة immunoglobulin G. فهذا الشخص المتعافى إذا كان نفس فصيلة الدم طبعا راح ننقل له إيش؟ بلازما. البلازما مو مصل طبعا، بلازما اللي تحتوي على immunoglobulin G. هذا الحالة نسميه بالباسيف immunity antibody transfer. هذا نشوفه أكثر شيء بالviral infection treatment. أو حالة ثانية طلاب خاصة موجود يمنا، سامعين بمرض داء الكلب ريبيز اللي تسببها الفيروس RNA virus. هذا المرض تنتقل عن طريق عضة الكلاب للشخص وتصيب الجهاز العصبي، وإذا ما تعالج راح تنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي. بداية الإصابة من عضة الكلب الشخص المصاب، إذا الكلب كان مصاب بالمرض الريبيز داء الكلب، بالحالة مباشرة عندهم أنتيبودي جاهز راح يعملون passive immunity، ينقلون أجسام مضادة immunoglobulin G للشخص اللي تعرض لعضة الكلب، حتى صورة مباشرة هذا الأنتيجين راح تتصل إيش الأنتيبودي راح تتصل بالأنتيجين تمنعها من تعمل التاشمنت التصاق على الخلايا العصبية وتنقذ المريض من الإصابة بمرض داء الكلب. هذه هي الباسيف اميونيتي او انتيبودي ترانسفير. والاكتيف اميونايزيشن اللي هي الفاكسينيشن، هي التمنيع اللي هي راح ناخذ المحاضرات اللاحقه ان شاء الله. هذه هي المخطط مختصر بسيط عن الجهاز المناعي اميون سيستم بالنسبه للانسان. اليوم راح نتطرق على انيت اميونيتي. شنو هي انيت اميونيتي؟ خصائصها، تفاصيلها، الانسجه اللي تشارك بالانيت اميونيتي.
هذه المحاضرة learning objective راح نتعلم what types of immune system قلنا to type innate and adaptive immune system and explain the component of innate or non-specific immune system. تعريف innate immunity also called natural immunity or native immunity or non-specific immunity عدة أسامي عندها المغزى واحد هي innate immunity أو المناعة الطبيعية أو اللانوعية أو المناعة native immunity. Innate immunity تعريف provides the body first line of defense against microbial and non-microbial agents. هو كخط دفاعي أولي لما يتعرض الجسم على أي نوع من الأنتيجينات، سواء كان هذه الأنتيجينات عبارة عن ميكروبات مثل like بكتيريا، فيروس، باراسايت، فونجي، yes أو component من هذه الأجزاء الأخرى مثل الأنتيجينات مثل التوكسينز اللي تنتجها إيش الميكروبات أو أي جسم غريب يدخل جسم الإنسان أو يحاول أن يدخل إلى جسم الإنسان مباشرة innate immunity موجود على الباب أو على الحاجز يمنع أو يحاول أن يمنع دخول هذا الجسم الغريب اللي نسميه antigen إلى جسم الإنسان. This type of immunity does not require memory, so the component of the system can react on first exposure to the invading organism or non-microbial substance. يعني هو جاهز ما يحتاج إلى خلايا مذاكرية مثل T lymphocyte أو B lymphocyte اللي ناخذها بالadaptive immunity مباشرة موجودة تحمي الجسم عند التعرض أو أول تعرض لجسم الإنسان إلى هذه الأنتيجينات سواء كان microbial مثل ما قلنا like bacteria, virus, parasite, fungi, yes, أو non-microbial substance. أي شيء حتى إذا كان فرد بسمار أو شوك أي شيء يدخل جسم الإنسان يعتبره أنتيجين وتتحفز الجهاز المناعي للقضاء عليه. هذا تعريف أولي بالنسبة للإنيت إميونيتي. حكينا على الأنتيجين. شنو هو الأنتيجين؟ أنتيجين is the substance that is capable to or of stimulate an immune system or immune response, specifically activating lymphocytes, which are the body's function fighting white blood cells. اللي هي الأنتيجين أي جسم غريب يحفز الجهاز المناعي نسميه أنتيجين. هذا الأنتيجين البارير مال الميكانيزم ماله راح ناخذ تفاصيله انه جسم الانسان حتى العطسه هو استجابه مناعيه لانتيجين يدخل على الفم. الفوميتينج التقيؤ ايضا هي احيانا استجابه مناعيه لجسم غريب دخل جسم الانسان. الجلد التعرق السلايفا الميوكاس هاي كلها ايش هو innate immunity مناعه صد اوليه تمنع الجسم الغريب اللي هي الانتيجين تدخل على جسم الانسان. الانتيجين ممكن ان نقسمها الى قسمين. Two main division of antigen are recognized. Foreign antigen نسميه هيترو انتيجين and اوتو انتيجين. شنو هو الفوريان انتيجين؟ اي جسم غريب ما عدا جسم الانسان يحاول يدخل الى جسم الانسان نسميه جسم أنتيجين غريب foreign antigen خارجي أو أجنبي دخيلي originated from outside of body وخارج جسم الإنسان. For example includes parts of substance produced by virus or microorganisms such as bacteria or protozoa اللي هي الطفيليات as well as substance in snake venom السموم الثعبان certain protein in food بعض من البروتينات الموجودة في الطعام and components of serum and red blood cells from other individual من نحاول ننقل مصل بلازما دم من شخص تختلف عنه فصيلة الدم إلى شخص آخر أيضا هذا يعتبر فرد أنتيجين غريب تدخل إلى جسم الإنسان. فوق ما عدا جسمنا
شيء يحاول يدخل جسم الإنسان أو إحنا ندخل جسم الإنسان نعتبرها فوريان أنتيجين أنتيجين أجنبي أو غيري. أوتو أنتيجين راح نأخذه المحاضرات الجاية بالإميونولوجي أوتو إميون ديزيز originated within the body هو جزء أو يتكون جزء من جسم الإنسان. Normally the body is able to distinguish self from non-self antigen, but in person with autoimmune disorder or autoimmune disease, بالحالة الجسم بعض من أجزاء الجسم الإنسان يعتبرها فرد شيء غريب أنتيجين يحاول أن يهاجم عليه بالتالي يحدث لنا إيش autoimmune disease. هذا نسميه أوتو أنتيجين أنه الأنتيجين بالأصل هو موجود بجسمنا ولكن يحدث فرد disorder اضطرابات أو ديزيز نسمي autoimmune disease. الجسم يحاول يهاجم إيش الجزء الموجود في نفسه نسمي autoantigen. هذا بصورة بالنسبة للأنتيجين. خصائص أو مميزات innate antigen شنو هي؟ It's the first line of defense against invading organism. هو الخط الدفاع الأول ضد الخلايا أو الجسيمات المهاجمة لجسم الإنسان. Exist before or react immediately after contact with the pathogen. طلاب هنا إحنا راح نأخذ بالadaptive immunity أنه adaptive immunity بعد ما يتعرض للجسم بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع راح تتكون عندنا adaptive immunity جهاز عن طريق البي لانفوسايت أو تي لانفوسايت. هنا هو موجود أصلاً في جسم الإنسان موجود أو أثناء دخوله راح تتحرر هذا innate immunity أثناء دخول أو أثناء محاولة دخول الباثوجين الأنتيجين جسم الإنسان راح تتحرر هذا innate immunity. Structures, chemicals, processing that work to prevent pathogen entry into the body. طبعا انه هي تراكيب او مواد كيميائيه تكون انه تمنع دخول هذا الانتيجين الى جسم الانسان innate immunity and the initial response to infection استجابه اوليه ضد العدوى. العدوى infection شنو هي؟ انه اي جسم microorganism like bacteria, virus, parasite, fungi yes تحاول ان تدخل جسم الانسان هذا مباشره الخط الدفاع الاول هي innate immunity. خصائص مال النون سبيسيفيك لان راح ناخذ بالadaptive immunity انه تكون استجابه المناعيه سبيسيفيك خاصه استجابه مناعيه بالنسبه للانفلونزا فيروس خاصه تختلف عن الاستجابه المناعيه مثلا للسام المضاد الانتيبودي اميون جلوبولين جي او اميون جلوبولين اي تختلف عن الفيروس مثلا كوفيد وهكذا. اذا هنا غير مخصصه عامه نون سبيسيفيك دايركت اند افكتيف اجينست وايد رينج اوف انتيجين صورة عامة كل أنواع الأنتيجين. مثلاً أنت بالشارع تمشي فرد بقايا مثلاً حاول يدخل على الجهاز التنفسي مالك أو حاول دخل العينك مباشرة راح تدمع العين. آي دروب أيضاً هو فرد استجابة مناعية نسميه innate immunity تنفرز اللايزوزوم تحاول أن تقتل هذا الأنتيجين. زين الفوميتينج السنيسين هاي كلتها هي استجابة مناعية innate immunity non-specific أنه أي جسم غريب يدخل مباشرة راح تتحفز تحاول تطردها خارج جسم الإنسان. And natural طبيعية present at birth and does not require progress exposure مثل ما قلنا طبيعية موجودة بجسمنا مثل الجلد الشعر هاي كلتها طبعا من ضمن innate immunity. No memory immunity طبعا ما عنده فرد ذاكرة أنه الشخص من يتعرض إلى أنتيجين أنه بالadaptive immunity بعد ما تتعرض إلى أنتيجين معين فيروس بكتيريا جهاز المناعي راح يصير عنده فرد ذاكرة عند التعرض مرة ثانية جهاز المناعي ذاكرته موجود هذا الأنتيجين مباشرة ينتج أجسام مضادة ضده
هنا النت الميونتي ما فرد ميموري أنه بالجسم الإنسان فرد ميموري موجود عندما يدخل مثلا بقايا أو اضطراب أي شيء جسم الإنسان يتحفز لا طبيعيا هو أصلا موجود does not improve with repeated exposure to the same antigen. العوامل المحددة إلى genetic factor at species level, race level and individual level, الايج العمر طبعا اشخاص الصغار تكون النيتد اميونيتي مالهم ضعيفه او كبار بالسن هرمونال ستيسس الحاله الهرمونيه نيوتريشنال ستيسس الشخص اللي يتغذى بصوره جيده جسمه قوي مناعته قويه تختلف عن الشخص اللي يعاني من ايش مال نيوتريشن المناعه او قله الاكل ميكانيكية مالها راح نقسمها إلى عدة أنواع طلاب. أولاً ميكانيزم of the innate immunity barriers factors عوامل الحواجز prevent enter of microorganism to the body. Like مثل إيش؟ أولاً physical barrier like skin. الجلد هو يعتبر من الأجزاء من the innate immunity most important one. طبعاً الجسم الجلد موجود هو اعتبار فرد حاجز فيزيائي يمنع دخول الانتيجين الى جسم الانسان لذلك من يصير عندك فرد جرح معين cutting or crushing of the skin راح تصير بذيك المناطق ايش inflammation التهاب سبب ايش انه الجلد ما موجود بالحاله normal flora او اني انتيجين تحاول ان تدخل على جسم الانسان تلاحظون هذيك المنطقه راح تصير احمرار والم احيانا بسببها تجمع الخلايا المناعية innate immunity حتى تمنع دخولها لأن الجلد انتهى ما موجود فرد first line defines الجلد لذلك تحدث inflammation أحيانا إذا ما تعقم المنطقة ليش سببه أنه فقدنا إحنا الجلد and presence of lactic acid in fat secretion أيضا الجلد ما تحتوي على بسامات تفرز اللاكتيك أسيد اللي هي إيش إفرازات دهنية أيضا تحاول أنه تقضي على بعض من إيش الأنتيجينات النورمال فلورا الموجودة بالجلد. الميوكوس أيضا المخاط covering the internal surface of body الفم اللعاب أيضا GIT urethral canals هاي كلها تحتوي على ميوكوزا هذه الميوكوزا اشني هي ايضا يعتبر جزء من innate immunity انه covering the internal surface of body prevent attachment of organism to the epithelial cells طلاب كل الجسم الانسان من الداخل تحتوي على ريسبتورات خاصه عندنا بكتيريا عندها ريسبتور خاص تيجي ترتبط باجزاء معينه من الابيثيليال سيل زين هذا الميوكوزا أحياناً تمنع هذا الأنتيجينات بالالتصاق على الريسبتورات الموجودة بالإبتيليال سيلز حتى تمنع حدوث العدوى أو الإنفكشن واضح؟ هسا عندنا أولاً فيزيكال بارير متقسم إلى قسمين السكين والميوكوزا بعد بالإضافة لذلك عندنا ميكانيكال بارير مثل سيلاري الأهداف حركتها سنيزين كوفينج زين هاي كلتها ايش ميكانيكال بارير اي شيء يدخل على الجهاز التنفسي راح تشعر انه تصير عندك عصه او قحه يحاول انه يخرج هذا ايش الانتيجين خارج جسم الانسان هاي كلها تعتبر جزء من الانيت اميونيتي واشنج اكشن اوف بودي فلويد هيرس لايفا يورين التعرق هو ايضا نوع من انواع ايش الانيت اميونيتي يقضي على الميكروبات الموجوده جسم الانسان خاصه ما عدا النورمال فلورا طبعا السلايفا اللعاب ايضا يعتبر تحتوي على اللايزوم الايدروب ايضا دمعه العين تحتوي على اللايزوم تعمل على ايش على تنظيف العين وفي نفس الوقت على القضاء على أي أنتيجين يحاول يدخل على العين اليورين هنا طلاب ذكرناها قوة جريان البول عند التبول هذا أيضا تعتبر من innate immunity mechanical barrier إذا كان موجود بكتيريا أو فيروس أو طفيل معين على فتحة اليوترا عفوا زين قوة جريان
اليورين هنا ايضا يحاول انه يمنع التصاق، او اذا كان ملتصق راح يدفع للخارج انه يبعد هذا الانتيجين دخوله الى الشورينري تراك. ايضا هو يعتبر ميكانيكال باريرز فور ذا انيت اميونيتي. Physiological barriers. بعد عندنا بعض من المواد أو الإنزيمات اللي تفرزها جسم الإنسان bactericidal substance مثل HCL. تعرفون أنه داخل المعدة تكون حامضية، حامض HCL موجود بالستوماج. هذا الحامض الموجود بالستوماج أنه أيضا يعتبر نوع من innate immunity. بعض من أنواع البكتيريا من تدخل أو الفيروس أو الطفيلي إذا ما كان مكانه طبعا الجهاز الهضمي GIT ممكن أنه تحللها. لايسوسوم انتار عن ايدرو ايضا تعتبر من اجزاء الفيسيولوجيكال بارير بالنسبة للإنيت الاميونيتي. نورمال فلورا، نورمال بكتيريا الفلورا راح نتاخذها بالبكتيريولوجي. دكتورة صبا تعطيكم اياه انه احنا بجسمنا الطلاب حطه بالفم باليد موجود نورمال فلورا. هاي النورمال فلورا عندها عدة وظائف. أولاً تكون غير ممرضة، قسم من عدة تشانسياس تكون ممرضة عندما يتضبط المناعة، بس بصورة عامة البكتيريا الموجودة بالفم أو باليد تكون نورمال فلورا. هذا إيش يعمل؟ سبريزينج the growth of pathogen organism. بالإضافة لذلك يعني تمنع نمو الميكروبات الممرضة مثل البكتيريا بالذات. يعني النورمال فلورا تمنع نمو البكتيريا أو الميكروبات الممرضة، واحد. اثنين ينافس عن إيش؟ عن الاتصال attachment to the mucous membrane of the human or person. أنه النورمال فلورا إذا موجود راح ينافس يتصل بالريسبترات الموجودة بالإبثيليال سيلز، تمنع التصاق إيش مثل تدافعي، يعني تمنع التصاق الانتيجين أو الباثوجينيك مايكروورغانيزم، تمنع التصاقه بالإبثيليال سيلز. تنافس أيضاً نورمال فلورا تنافس أيضاً باثوجينيك مايكروورغانيزم بالنسبة للنمو والأغذية الغذاء أيضاً. وبالحالة الباثوجينيك مايكروورغانيزم راح يكون شانس ماله قليل لعمل إنفكشن عدوى بجسم الإنسان. ولكن إذا كان الجهاز المناعي النيتد إميونيتي بالحالة بالذات مضبطة ضعيفة، بالحالة راح يحدث إيش؟ النورمال فلورا ممكن أن تتحول إلى إيش؟ تحدث إنفكشن أو طلاب احنا بالانتستين مالنا موجود انواع بالملايين من البكتيريا نعتبرها نورمال فلورا. هذا النورمال فلورا اذا طلع من الجي اي تي الى البودي كافيتي او الى اي مكان اخر بالحالة ممكن ان تسبب لنا عدوى انفكشن، لان هذا مكانه موجود بالجي اي تي. من تحول الى مكان اخر من جسم الانسان هذا النورمال ممكن أن تسبب لنا أيضاً عدوى. مثال على ذلك مثلاً بيريتونايتس أحياناً يحدث أو إنفكشن بالبودي كافيتي، خاصة بعد العمليات الجراحية أو بعد العمليات، زين الطبيب راح ينطي برود سبيكترم أوف أنتيبايوتيك مضادات حياتية واسعة التأثير. ليش؟ إذا كان فرد تلوث صار أثناء العملية بالبودي كافيتي هذا الأنتيبيوتيك راح يقضي عليه خارج جسم الإنسان، وإلا راح يحدث عملية إيش؟ إنفلاميشن بالبودي كافيتي. بالإضافة لذلك عندنا سويت جلاند سالت inhibit growth of pathogen by drawing water from their cells. أيضاً الخلايا التعرقية قلناها التير أيضاً لها تأثير أنه تقضي على بعض من الميكروبات الغير مرغوب بها في جسم الإنسان. Antimicrobial peptides موجودة بالجلد أيضاً أحياناً تعتبر the physiological barrier. Lysosomes
استوى السيل وول اوف بكتيريا اللايزوزوم الموجود بالاي دروب او الموجوده بالسلايفا ايضا تعمل على تحليل ايش الجدار الخلوي للبكتيريا بالذات. هذه هي الفسيولوجيكال باريرز. سيلولار فاكتور بالاضافه للميكانيزم احنا اخذنا اولا ميكانيزم بارير فسيولوجيكال بارير فاكتورز نورمال. اثنين سيلولار فاكتور فاجوسايتك سيل الخلايا البلعمية ايضا متواجدة بجسم الانسان نون سبيسيفيك موجودة ايش انتيجين اذا عبر من اللي ذكرناه سابقا والجلد والميكوزا والإبيثيليال سيل راح يواجه ايضا سيلولار فاكتور الفاجوسايتك سيل NK اللي هي الناتشرال كيلر سيلز اخذناها المحاضرة السابقة دينتريتك سيل dendritic cell ايضا موجوده ضمن innate immunity and other cell participating in innate immunity recognition of the pathogen associated molecular path trans PAMPS by cell receptors. شنو هي PAMPS اللي هي pathogen associated molecular pathways انه مو المايكرو اورجانزم نفسه وانما اجزاء من المايكرو اورجانزم مثل بالبكتيريا الموجود لايكوبوليسكارايد هذا الانتيجين اللي تفرزها البكتيريا بعد ما تتحلل اللي هي اندو توكسين او الاكزوتوكسين التوكسينات اللي تفرزها البكتيريا وهي حيه زين هذين ايضا يعتبرون باعتبار انه سيلولار فاكتور اول شيء تبدي ايش تقضي عليهم ستراكشر اوف بكتيريا سيل وول مثل لايكوبوليسكارايد بكتيروجليكان فلاجيلين اجزاء من البكتيريا نيوكليك اسيد اوف باثوجين خاصه بالفيروس ار ان اي او دي ان اي ديبل سنجل ار ان اي الحامض النووي الار ان اي او الدي ان اي الخاص بالفيروسات هذه ايضا أو تحفز إيش innate immunity اللي هي الفاغوسايت سيل ناتشرال كيلر سيل دينتريتك سيل مباشرة تحاول أنه تقضي عليها إذا ما قضى عليها هذا اللي ذكرناهم راح تحدث infection عدوى بالحالة راح يدخل الدورة إيش هي adaptive immunity اللي هي B lymphocyte and T lymphocyte Humoral factors راح ناخذها بعدين تفاصيل complement system complement system أيضا يعتبر جزء من ال innate immunity كلش مهمة cytokines cytokines وأنواعها acute phase protein اللي هي CRP C-reactive protein fibrinogen أيضا هي أجزاء من ال innate immunity السي ار بي طلاب احيانا المريض لما يعالج طبيب معين اذا عنده فرد ارتفاع درجه الحراره سخونه يعني فيبر راح الطبيب راح يبعثه للمختبر لعمل بعض من الفحوصات اذا تلاحظون احيانا اكثر شيء ايضا يطلب وول تيستينج سي ار بي سي ار بي شنو هو انه فرد ينطي فرد مؤشر انديكيشن بوجود انفلاميشن التهاب معين از ا بروتين ميد باي يور ليفر تنتج عن طريق الكبد كبد الانسان ليفر اتسنت انتو ذا بلود ستريم وتروح للمجرى الدم ان ريسبونس تو انفلاميشن اذا عندك السي ار بي أزيد من الطبيعي ارتفاع أكو زين هذا ينطي فرد مؤشر indication أنه موجود التهاب CRP زين inflammation is the body's way to protecting your tissue if you have been injured or have an infection هو الطلاب بالأصل هو الالتهاب inflammation هو نوع من الاستجابة المناعية يعني جسم غريب دخل عبر الحواجز الكيمياء الميكانيكية أو الفسيولوجية ودخل وصل إلى المكان اللي يريده هناك راح تتكون إيش التهاب inflammation هو تحفيز الجهاز المناعي للقضاء على إيش على الأنتيجين الداخل جسم الإنسان لذلك مستقبلا من تصير أطباء إن شاء الله
راح تشاهدون أنه أو تطلبون أيضا من المريض اللي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو فيبر أنه تعملون الفحص من الفحوصات من ضمن الفحوصات إيش CRP اللي هي من ترتفع أزيد من الطبيعي هذا ينطفع المؤشر indication there are presently inflammation of the infected person شخص مصاب أنه عنده infection أو بهالحالة يجوز viral infection يجوز bacterial infection هاي تفاصيل عاد بعدين من اختبارات الأخرى نحددها. Phagocytosis. Phagocytosis is an important feature of cellular innate immunity. هنا دخلنا على cellular innate immunity بعد ما دخل قلنا الانتيجين إلى جسم الإنسان وعبر الحواجز أو مراكز الدفاعات الأساسية الأولية اللي قلناها سابقا السكين والميوكوزا أو السنيزينج أو الكوفين أو ما شابه لذلك بالحالة إذا عبرها راح تتحول أو يجابها منه الفاغوسايت مثل ما قلنا سابقا أنه الفاغوسايت it's an important features of cellular innate immunity performed by phagocytic cell. شنو هي الخلايا البلعمية phagocytic cell have ability to engulf بلعمة التهام or eat and then ingest or kill the pathogen or particles. بعد ما دخل هذا الباثوجين عبر الحواجز دخل يجابها منه الفاغوسايتك سيل. الفاغوسايتك سيل الماكروفاج قلنا دينتريتك سيل ناتشرال كيلر سيل هذني يعتبرون خلايا التهامية تعمل على التهام إيش الأنتيجين إما يحللها أو يهضمها أو يقتلها هو أو الأجزاء البارتيكلز تابع للأنتيجين قلنا فيبرينوجين لايبوبورن سكرايد أو الـ RNA أو الـ DNA فاغوسايتس بصورة عامة generally patrol the body searching for pathogen but can be called to specific location by cytokines هو مثل الفاغوسايت نسميه مثل دورية الحدود أنه دائما موجود بالجسم ودورية حدود تفتيشية موجودة بالجسم تمر أي مكان جسم الإنسان دخل فرد أنتيجين مباشرة يهاجم عليه زين إذن هي الدورية متنقلة بجسم الإنسان The pathogen is killed by the activity of digestive enzyme or following or respiratory burst that release free radicals into the phagolysosome. ولا بعد ما بلعها الخلايا الالتهامية البلعمية هذا الأنتيجين داخل هذه الخلايا البلعمية راح تنفرز إنزيمات زين وتنفرز H2O2 أكسيد الهيدروجين تعمل على إيش على قتل هذا الأنتيجين داخل خلية الإيش الفاغوسايت نسميه هنا فاغوليزوزوم راح أبعت لكم فرد فيديو يشرح لكم شلون تتكون الفاغوليزوزوم شلون تدخل الأنتيجين إلى داخل جسم الإنسان وبعد ما تدخل الأنتيجين إلى داخل جسم الإنسان شلون تهاجمه الفاغوسايت تبلعها عن طريق إيش سيدوبودز أجسام إيش أقدام كاذبة تبلعه بعد ما بلعه داخل خلية الفاغوسايت هناك راح تمر بعدة مراحل تنفرز إنزيمات داخل الخلية البلعمية وتتكون جسور وتحدث عملية قتل أو هضم هذا الأنتيجين زين فيديو بسيط دقيقتين ثلاثة يشرح لكم شلون تحدث عملية الفاغوسايتوس حتى تفهمون بشكل صحيح فيديويا وليس افتراضيا. It's an active process requiring enzyme and involving following steps. هاي شنو هي following steps بالفاغوسايتوس؟ It's an active process requiring enzyme following steps. أولا كيموتاكسيس The direct movement of a cell along the
attaching molecule, most potent chemotax adenosine C5A interleukin 8, C5A interleukin 8, هذني المواد الكيميائية اللي تتكون داخل الفاغوسايت تعمل على قتله attachment to organism. بعد ما يتصل بالانتيجين الهدف تتصل عن طريق ريسبتورات أو عن طريق السيدوبات الأقدام الكاذبة formation pseudopodia دحكو هنا مذكور and fusing of pseudopodia and phagosome formation تحدث عملية البلعمة fusing بعدين تحمل اتصال fusion of phagosome with lysosome to form phagolysosome. تشاهدون أنه بعد ما يحدث عملية البلعمة بالنسبة لل بعد ما يحدث عملية البلعمة للأنتيجين داخل الخلايا البلعمية تتكون إيش الفاغوزوم تنفرز اللايزوزوم تصير فرد جسر هاي الجسر تنفرز منه H2O2 مثلا أو أكسجين O3 مثلا تعمل على قتل هذه الأنتيجين. Type of phagocytic cell عندنا mononuclear phagocytic cell polymorph nuclear granulocyte mononuclear phagocytes عندنا إذا كان in the bloodstream داخل مجرى الدم نسميه monocytes in bloodstream أو إذا كان بالأنسجة نسميها macrophage in the tissue هاي مهمة. Polymorph nuclear granulocytes إحنا عندنا neutrophil أخذتوها كان بالهيستولوجي أكيد كان also release granules and cytotoxic substance extracellular تعمل على أيضا قتل إيش هذه الأنتيجينات. عملية الكيلينج pathway of phagocyte بعد ما دخل الأنتيجين إلى داخل خلية البلعمية الفاغوسايت صار عنده فاغوسايت mitosis وتكون phagocyte lysosome. Now oxygen is metabolized to the into toxic metabolites and it's more toxic mechanism تعمل على قتل هذا الأكسجين راح تتغير انه تتحول الى H2O2 تعمل هذا H2O2 هيدروكسيد البيروكسيد الهيدروجين عفوا H2O2 بيروكسيد الهيدروجين تعمل على قتل الانتيجين. Oxygen independent in microbicidal system. مع عدا هذه عندنا by lowering pH تتغير pH داخل الفاغوسايت تعمل على قتل الإيش الأنتيجين. Enzymes prolytic and hydrolytic enzyme other lactoferrin أيضا هذني المواد تعمل على قتل الأنتيجين بعد ما تحدث عملية الفاغوسايتوسيس بالعمى داخل إيش؟ داخل الفاغوسايتك سيل. عندنا هاي الصور التوضيحية لكم خلاصة ما حكينا عنها. أولاً الميكانيكال بارير الحواجز الميكانيكية والحواجز إيش؟ الفيزيائية. مثلاً بالريسبيراتوري تراك طلاب النويز هير الشعر الموجود بالخشم أيضا هي تعتبر بايرر. ميوكوزا سيليا ميكروبيسايدال موليكولز هذاني كلهم موجودين بالرسبيراتري تراك تمنع دخول إيش الأنتيجين إلى داخل الرسبيراتري سيستم هاي يعتبر من الإنيت الإميونيتي. السكين RNAs DNAs التعرق ما تحتوي على إنزيمات RNAs والDNAs واللايزوم اللي تعمل على تحليل الحامض النووي خاصة بالفيروسات. ميكروبيسايدال موليكولز خاصة بالإبيثيليال سيل تنتج جزيئات تعمل على قتل هذه الانتيجينات. فاتي أسيدز الأحماض الدهنية تفرزها الجلد أيضا يعتبر من إيش من الجزء من الإنيتد إميونيتي. كيراتينايز إبيثيليوم كومانسال مايكروبس كيراتينايز إبيثيليوم أيضا الطبقة الإبيثيليوم تشو موجودة بالجلد هذا الكيراتينين دائما تتغير هي أيضا نوع من أنواع المناعة الطبيعية نيتد إميونيتي. كومانسال مايكروب طلاب إحنا بيدنا هسا إذا أي واحد أنا من ضمنكم إذا خلينا إيدنا على بلاد أجار أخطوه الأوساط الزرعية الواحة إنريتشمنت
أجاج من ضمنها بلد أجاج، أنه بس تخلي إيدك تطبعها على بلد أجاج خليها للحاضنة، ثاني يوم راح تشوف أنواع مختلفة من المستعمرات بكتيريا الكولونيس راح تنمو على هذا البلد أجاج. شنو هذا الميكروبات الموجودة بإيدنا؟ هو نورمال فلورا الموجودة بالإيد، هاي أيضا مثل ما حكينا سابقا تعتبر جزء من النورمال فلورا، تعتبر جزء من الانيتد اميونيتي اللي تمنع ايش التصاق الباثوجين مايكرو اورجانزم تو ذا سكين الى الجلد الانسان. يوروجينيتال تراكت التغير البي اتش ايضا تساعد او تعتبر جزء من الانيتد اميونيتي. اللوكاس المخاط ميكروبسايدال موليكول ايضا فلويد بريشر اصلا باليورينيشن عمليه التبول انه هو جريان السوائل هنا الإدرار البول أيضا يعتبر من الإنيت الإيمونيتي. جي آي تي اختلاف البي إتش بالمعدة تقتل بعض من أنواع البكتيريا، أيضا اختلاف الحموضية الميوكس المخاط الإنزيمات الموجودة داخل المعدة أو بالجي آي تي أيضا قسم من عن تقتل قسم من أنواع الفيروسات أو البكتيريا. ميكروبسايدال موليكولوس كومنج سل مايكروب أيضا النورمال فلورا الموجودة بالجي آي تي أيضا تعتبر هي جزء من أنواع الإنيتد إميونيتي تمنع اتصال أو التصاق attachment of the pathogenic microorganism to the epithelial cells of the جي آي تي gastrointestinal tract. هذه بالنسبة لصورة توضيحة للجلد مثلا اللي هي تحتوي على إيش؟ على سويت جلاند. هذا السويت جلاند تفرز إيش؟ التار، سالتز، لايزوزوم and other enzymes. كومنسا المايكروب قلنا النورمال فلورا الموجود بجسم الإنسان، وبعدين تجي لنا فاتي أسيد تمنع أو تقتل النورمال أنتيجين أو ما عداه أنه تقتل الباثوجين اللي تحاول أنه تدخل إلى جسمنا. الهير الشعر أيضا يعتبر أنه جزء من أنواع الناتد إميونيتي. زين الجلد باعتبار أنه water resistance barrier أيضا يعتبر هذا أن كلتهم sloughing of keratinocytes أنه دائما الطبقة الجلد دائما إيش تروح تيجي بمكان الطبقات الجديدة، هاي أيضا يعتبر نوع من الناتد إميونيتي. طلاب هذا المقارنة مهمة بين الانيتد اميونيتي and acquired or adaptive immunity. هاي التفاصيل كلش مهمة تحفظوها، زائدا راح نرجع لها لما ناخذ بعد ما ناخذ acquired or adaptive immunity بالحالة راح نرجع على هذا السلايد حتى نعمل مقارنة بين الانيتد اميونيتي and adaptive immunity. كلش مهمة هاي المقارنة. راح ناخذها بالمحاضرات السابقة نفس هذا السلايد مطلوبة من عندكم للحفظ. تلاحظ هنا الخلايا اللي تشارك بالadaptive immunity T lymphocyte and B lymphocyte الكومبتنت مالها مثل ما حكيناها أنه الجلد أو natural killer cell macrophage. هذا اللي كلته بالإنيتد إميونيتي سايتوكينات كومبليمنت باثواي. كلش مهم محاضرة كاملة عن كومبليمنت باثواي عملية تحفيز الكومبليمنت بالنسبة للإنيتد إميونيتي أيضا كلش مهمة. هنا طلاب صورة توضيحية أيضا مقارنة بين الإنيتد إميونيتي and adaptive immunity. هذا تلاحظون أنه بالمايكروب لما تدخل هنا تشاهدون الوقت بالساعات، هو 0-6-12 ساعة عندك إيش الإنيتد إميونيتي، لكن adaptive immunity تلاحظون الأيام هنا موجود يوم الأول يوم الثاني والثالث والخامس وإلى أسابيع تستمر هذا adaptive immunity. أنه epithelial barrier هذا الجلد سكين لما تدخل هاي هي الميكروب تدخل هذا كحاجز، إذا عبر هذا الحاجز موجود بالبلود ستريم مونوسايت أو الماكروفاج
بالتيشو موجود، بعدين يجي الكومبليمنت والناتشورال كلاكسر موجودة خط دفاعي أولي مباشرة يلتصق أو يتصل بالأنتيجين هذه المايكروب وتحاول أنه تقضي عليه. إذا فلت من هذا النيل كلتها راح تدخل للدورة منه، بعدين تدخل إيش أدابتف إميونيتي اللي هي البي لنفوسايت والتي لنفوسايت، راح تتحفز وتنتج لنا ايش الانتيبوديز او افكتور تي سيلز اللي تنتج لنا بعض من المواد اللي تحمل على قتل هذه الانتيجين. هذه ايضا صوره توضيحيه مبسطه لكم كمقارنه بين الادابتيف اميونيتي اند انيت اميونيتي. تلاحظون هنا الوقت بالساعات immediately، وهنا تلاحظون الوقت بالايام for days وتستمر لاسابيع. الريفرنس اللي أخذنا من عند المحاضرة الطلاب هو كتاب الجاويتس اللي هي الطبعة 27، دزيت أتصور لكم تعتمدوها ببعض من المواضيع اللي تحتاجوها. هذه هي محاضرتنا اليوم بخصوص الأدابتف إميونيتي طلاب. العدد 22.